بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور ضياء الدين زاهر، او الاسم كامل محمد ضياء الدين عبد الشكور احمد زاهر، استاذ التخطيط الاستراتيجي والدراسات المستقبليه بالجامعه، حاصل على جائزه الدوله للتفوق في العلوم الاجتماعيه عام 2005، وحاصل على جائزه جامعه عين شمس التقديريه عام 2011، بالاضافه الى عدد من الشهادات التقدير والدروع من عديد من المؤسسات والجامعات العربية والأجنبية. أيضا مؤسس ومدير مركز التعليم المفتوح ومركز التخطيط الاستراتيجي والدراسات المستقبلية، الأول عام 1995 والثاني 2014. أيضا أسست وحدة الدراسات المستقبلية بحكم التخصص الهام جدا بالنسبة لهذا المجال بالمركز العربي للبحوث في القاهرة لمدة 5 سنوات أعمل به. أيضا لي نشاط مهم جدا فيما يتصل بالبعد القومي، وهو أني نائب رئيس الاتحاد العربي للعمل الإنساني والتنمية المستدامة، وكذلك نائب رئيس مجلس تمكين أبحاث التنمية المستدامة في الجامعات الأفرو-آسيوية بجامعة الدول العربية. عملت مستشارا لوزير التعليم المصري في لجنة التخطيط الاستراتيجي، ومستشار لوزير التعليم والتعليم العالي الكويتي. هذا بالإضافة إلى العديد من المهام المرتبطة بالعمل الأكاديمي في جامعات زي بورسعيد وجامعة سينا وما إلى ذلك. أيضا أمين ومقرر لجنة الترقيات العلمية للأساتذة والأساتذة المساعدين في التخطيط منذ عام 2001 حتى الآن. ولي نشاطات كثيرة في المؤتمرات، وأنشأت في الجامعة عديد من المؤتمرات وبالتعاون مع الجامعة. هناك العديد من المؤلفات العلمية في استشراف مستقبل العلم والتكنولوجيا مع أكاديمية البحث العلمي، منهجيات استشراف المستقبل ولو بحكم التخصص، ومستقبل القيم وقيم المستقبل، واقتراب النظم وأسلوب النظم وتطبيقاته في العلم الاجتماعي والتخطيط الاستراتيجي للتعليم والجامعي العربي. الحقيقة أن كل هذه الجهود وغيرها السند الرئيسي والداعم الرئيسي لي كانت هي جامعة شمس. جامعة شمس قدمت لي كل التسهيلات التي ساعدتني فيما يختص بالمؤتمرات، فيما يختص بتعاوني في مجال البحوث المرتبطة بالدراسات المستقبلية، في ترشيحي لأكاديمية البحث العلمي، فيما يتصل بجوانب كثيرة جدا. والحقيقة أن هذه الرسالة بحكم انتسابي للجامعة ورئاستي لقسم أصول التربية لدورتين متتاليتين يوضح أن كم أن الجامعة يجب أن تركز على الأجيال القادمة، وأن تستمر في رسالتها في توفير البيئة العلمية لها وتساعدها في التقدم نحو مزيد من التنمية العلمية والتنشئة الواجبة لتنشيط لها، بالإضافة إلى توفير المراجع والدوريات ومؤسسات ومصادر المعرفة المتعددة. أيضا أوجه النظر إلى ضرورة وجود برامج تدريب مستدامة لأعضاء هيئة التدريس فيما يختص بنشاطات العلمية العامة والخاصة، وأقصد بالعامة المرتبطة بالمهارات البحثية المختلفة بشكل واضح، وأقصد بالخاصة تلك المرتبطة بالتخصصات العلمية سواء في العلوم الطبيعية أو في العلوم الاجتماعية أو في العلوم المتداخلة. أيضا أعتقد أنت كتير أعتقد أن أيضا أن ضرورة
إعادة النظر في كثير من برامج الدراسات العليا فيما يختص بالبرامج الموجودة. هناك مجالات معرفية كثيرة الدراسات العليا لا تتضمنها، ينبغي أن تلتفت إليها الجامعة وأن تدعمها، لأنها أصبحت هي المحك الأساسي في تقدم الجامعات وفي تقدم الشعوب وفي مقدمتها الدراسات البينية وفي مقدمة وكذلك الدراسات المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي. وشكراً.